أخبار اليوم. حكام السابقين تجاهلوا سينا، بمعنى أن منذ أن تم تحرير سينا من 30 سنة الحكومة تجاهلت، وهي كانت عامل أساسي في مجيء الناس دي جوه سينا. لو سينا دي الحكومة انتبهت لها وعمرتها ودخلت الشباب وبنت فيها مصانع وبنت فيها شركات، تبقى حالة عمرانية ينتعش فيها الاقتصاد المصري بدل من انتعاش الإرهاب الموجود حاليا. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك إن كل ما يحدث هذا مردود على أصحابه إن شاء الله. مصر ستظل مصر، وهذه فترة قصيرة إن شاء الله، وسينتهي الإرهاب وستنتصر مصر بأبنائها. أما بخصوص قتل الجنود، ربنا ما قالش كده إطلاقا إطلاقا، ربنا ما قالش. وهؤلاء ليس مسلمين، بمعنى إن ربنا حرم قتل المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف قصاد الكعبة وقال لا تهدمي طوبة طوبة ولا دم امرئ، ما قالش مسلم ولا مسيحي، دم امرئ. فمعنى ان انا بقول لك الارهاب ده سوف ينتهي ان شاء الله، ونحن بتنا ليلة حزينة جدا على الارواح التي زهقت ظلما وعدوانا. هم بأي وجه؟ طب ما قدامهم اسرائيل يا اخي، اللي بيقولوا بيت المقدس وبيت مش عارف ايه وجند الله، طيب ما طلقة واحدة ضربوها على اسرائيل لا يستطيعوا. ولكن هذا مخطط، ومخطط دولي، وعلى الحكومة المصرية ممثلة في قيادتها السياسية أن تنتبه، أن تنتبه لهذا العمل الإجرامي. وكان أي موقع عسكري لما كنا في القوات المسلحة كان يقول لك ممنوع الاقتراب أو التصوير، والدستور اللي تنفذ الشهور اللي فاتت أعطت لرئيس الجمهورية حق إحالة كل الإرهابيين إلى المحاكمة العسكرية، لأن اعتدى على منشأة عسكرية، اعتدى على قوات عسكرية، قوات الجيش. لما كل هذا؟ فأين الدولة؟ أين الدولة المصرية؟ أين التفويض اللي خده الرئيس عبد الفتاح السيسي على بياض من الشعب المصري لحماية الأرض المصرية والشعب المصري؟ أنا بقول له المحاكمات العسكرية أسرع من المحاكمات المدنية بنص الدستور اللي قال كل من يعتدي على منشأة عسكرية أو على قوات عسكرية فيحال إلى المحاكمة العسكرية ويكون عبرة لمن لا يعتبر. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكل اللي حصل امبارح إن شاء الله رب العالمين ربنا هينتقم وهيخلص بإذنه.